شكرا جزيلا لجميع الفضائيات والوسائل الإعلام السمعية والمرئية لاهتمامهم بشخصنا المتحدث عماد البعوجة الشيخ عام عشار البزوم. الحقيقة اللي مر علي هذه مسألة طبيعية، وهذه ضربة اجتماعية ندفعها من أجل العراق. العراق هو الأم وهو الأب وهو كل شيء، ومستعدين للتضحية من أجل العراق. فأتمنى من أخوتي شيوخ العشائر والأكاديميين والمهنيين والسياسيين أن تتضافر جهودهم من أجل العراق، وأن حدث هذا الشيء فهو جدا بسيط. حقيقة الحادث الاغتيال سواء كان مدبر أو غير مدبر أو عن طريق الصدفة أنا لا أعلم، والجهة اللي منتمية أو الجهة المدبرة لهذا الأمر أنا أعتقد هي تريد العبث في أمن العراق وأمن البصرة خصوصا، وتارة يكون استهداف الطيار، ومرة استهداف شيخ العشيرة، ومرة الكادر الطبي ومختلف الأشياء، وهو هذا الإرهاب بحد ذاته. السيارات كانت هي من الدفع الرباعي، وحدة سوداء اللون. الحقيقة كان هو الوقت ليل واللايت بطريقة الفل، فما أشوف الأشخاص وجوههم ووضعهم. فالحقيقة شفت 4 أشخاص بالسيارة الأولى على اليمين وبعض الأشخاص على اليسار، بس ما قدرت أفرزنهم، ولكن الحمد لله والشكر. خلي يسمع الجميع، أنا عماد العراقي، روحي فداء للعراق وللبصرة، وإن شاء الله أقوم وأعمل بنفس الآلية وبنفس الصوت العراقي. وللعلم أنطي معلومة لبعض الأخوة السياسيين أو الحكومة المحلية أو الاتحادية، إحنا ما نعمل بجانب التشهير والتطبير في تصريحاتنا، ولكن نعمل بجانب الحلول الإيجابية.